يعني سنتكلم عن رفض هذه الفكرة وكيفية الرفض، ولكن هل تظن أنها الآن أصبحت في مهدها بعد أن طرحت بعض الأفكار على منصات التواصل الاجتماعي؟ أنني لا أريد أن يكون مثلا البعض يقول دعونا نذهب إلى البطاقات الرقم القومي نمسح مسلم أو مسيحي أو كده، دعونا نكتب بدلا منها الإبراهيمي، يعني أنا يعني أكثر سعة وأكثر سلاما، وبذلك عندي من الإنسانية إخوة أكثر بكثير عندما أقيد نفسي في بوتقة دين واحد. يعني هذه تداعيات خطيرة بدأت تظهر. نعم، ولكن أنا سوف أقيس هذا الأمر على دعوات سابقة. مثلا في مصر ظهرت في فترة ما الدعوة إلى إلغاء خانة الديانة، ووجد لها أنصار، وبرروا لذلك بتبريرات مختلفة، وقالوا مثلا أنه صاحب العمل إذا ما جاءه إنسان ليعتل أو لوظيفة معينة فإنه ربما إذا ما وجد في الديانة غير مسلم أو مسلم ربما استبعده، ولذلك نحن لا نريد هذا الأمر. فنحن الفكرة في ظاهرها جميلة، يعني الناس تتعامل في المجتمع سواسية ولا يحدث تفرقة بناء على الدين وما إلى ذلك، ولكن هذه الفكرة رفضت في مهدها كما نقول، ثم اندثرت وأصبح ليس لها وجود في الواقع الحالي. ومن قبل كانوا من قبل أيضا يريدون أن يكون هناك في خالد مسلم مسيحي شيعي أو ما إلى ذلك، يعني وكل هذه كانت أفكار ووجد لها في حين إطلاقها أنصار، ولكن بمقاومة الناس لها ورفضهم الشديد لمثل هذه الأفكار وئدت ولم تنتشر. فأنا أتحدث عن نفس المبدأ، أن مثل هذه الفكرة برغم أن كما ذكرت حضرتك ستجد لها أنصار في وقت الحالي، نحن نعلم أن يمكن شراء أنصار في يعني في وقتنا الحالي، خاصة في السوشيال ميديا. نعم، أسهل شيء أنك تحرك حملة لنصرة فكرة معينة من خلال اللجان المدفوعة وما إلى ذلك. ولذلك يجب أن تكون المقاومة منذ البداية، وأنا ما زلت أعتبر أن هذه الفكرة وأشباهها في مهدها حتى بعد بناء الصرح. نعم، يعني يتخذوه فندقا. أنا أعتقد أنه في النهاية سيصير إلى ذلك، سيصير خرابا ولن يهتم له أحد، وهذه الفكرة مصيرها إلى الاندثار، وستشهد خيبة أمل شديدة لصانعيها ومتبنيها. طيب.